ساكنة هنا في كازا؟ من بن سليمان. جيتي اليوم لكازا؟ علاش جيتي اليوم لكازا؟ السيدة دوزت لي عند الطبيب هنا. اها. ملي دوز لي الطبيب عطاني التحاليل باش مشيت لابيض ديالهم قال لي 24,000 ريال. انا ما عنديش باش نخلص داك التحاليل، ما عنديش نخلصهم حيت انا ما خداماش ومريضه بالسكر بالكوليسترول طونسيو، يعني عدة يعني الامراض عندي، يعني الصحه ديالي محطمه ليا. كان مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. للاسف مازال كنشوفوا المعاناه، مازال كنشوفوا مشاكل كثيره وكثيره. اذا اليوم معنا واحد السيده اللي يعني خانت صحتها بهذا المعنى، هذا عندها بزاف الامراض، سكر، الكوليسترول، ياك نعم ولا طونسيو كتنزل ليك، يعني امراض كثيره وكثيره. المهم ما غاديش نحرق المراحل، غادي نخليكم معها باش تكلم لينا على الحاله ديالها وتقاسم معنا المعاناه اللي كتعيشها وتقول لينا الهدف ديالها من هذا اللايف هذا. مرحبا بك اختي. عليكم السلام. حكيت كنسمع اختي، مرحبا بك. انا انسانه مرضت في صحتي، عندي سكر سابقا، عندي الطونسيو، عندي الكوليسترول، مع ذلك هكا كنت خدامه في مينج غاده الحمد لله. دير اييه هاد الشهر مرت بالمعده هلكاتني في صحتي بزاف، الردان في كل وقت في كل وقت في كل وقت في كل وقت، على قد النهار على قد الردان، وما تناكلش نهائيا، ما تاكلش، كنشرب غير شي حاجه بارده. ما كنقدرش ناكل، الماكله كترجع. تهلكت في صحتي بزاف، عانيت بزاف، ولكن ما تكملش حيت انا عانيت من هذا المشكل في السويسي، عانيت منه في بزاف د البلايص. ما عنديش جهد الا جل الله، ما عنديش باش نقاتل. التحاليل كيكونوا غاليين. اليوم انا جابتني واحد المؤمنه الله يجازيها بخير، الطبيب هنا للدار البيضاء، الطبيب دوز ليا من خرج ليا التحاليل كيديروا 24,000 ريال، ما عنديش باش نخلصهم. مشيت للابيطوار قال لك لا خصك تخلصيهم ضروري. معن ساكنة؟ ساكنة انا كارية. كارية كارية بيت كوينة. معن كارية مع الناس. عندك بنية؟ عندك بنية؟ اييه. تعيشي غير انت وياه؟ غير انا وياه. والديك فين هما؟ الله يرحمهم. توفوا بجوج؟ موفيين بجوج. ودابا شكون اللي كيصرف عليك؟ يعني ما بقيتيش كتقدري تخدمي. ما كيصرف عليا حتى شي واحد، الا كان شي مؤمن صافي باش كيعطيني باش كنقضي وصافي. حتى شي واحد، عندي غير الله دابا واحد بوحدو، الله اللي كاين. يعني ما كتلقاني وقف معاك؟ ما كنلقاش من اللي وقف معايا، كانوا والديا الله يرحمهم ويرحم المسلمين. هما اللي عندي، ما عندي حتى شي واحد في الدنيا من غير والديا الله يرحمهم وبنيتي الله يخليها ليا. اللهم امين. ويخلي وليدات المسلمين اجمعين. من فوقاش وانت مريضه؟ هاد المرض ديال المعده 4 شهور دابا. 4 شهور؟ 4 شهور وانا كنعاني وصحتي كتهلك نهار على نهار، كتمشي ليا الصحه ديالي. ما كنعش في الليل، كنبات مشكله شنو هاد الامر اللي واقع ليا شنو، وكان مشكلاش غير من جهه، من الحاله الماديه، يعني ما عنديش باش نقاتل على راسي. وكما كيعرفوا اخوتي المسلمين، الصحه هي كل شيء عند واحد. انا دابا كنطالب بصحتي، وكاين الضغط النفسي اللي كاري عنده، كيقول لك اودي الا ما خلصتيش، انا مشغوليش مريضه ولا صحيحه، الا ما خلصتيش غادي نخرجك للزنقه. وانا اهم حاجه عندي كنت بوحدي نتحمل المرء، الا حكم عليا القدر نخرج برا. وما تخرجي برا كي غتمشي في السنه اللي بيا بنتي بقى عزبه صغيره، وبقى صغيره وتعقد ليا وتزيد تمرض اكثر من هكا. هي الصحه ديالي عقداتها ومرضاتها، هي بقى صغيره في العمر وهي اللي كتبات تعاني معايا، وكتشوف فين كتعاني هكا، كتعاني وكتشوفني وما كتشوفني ما كنعش 15 عام.
البنيه عندها 15 عام الله يطول لي في عمر بنيتي ووليدات المسلمين. العفو. امين. يعني كتبقى تشوفي كيفاش كتعاوني كيفاش كتقاتلي شنو كتقولي؟ كتقول لي يا ماما غير صبري دابا تصحي غادا تصحي يا ماما ان شاء الله. كتبقى تصبرك؟ اه كتصبرني ولكن كتضر هي وجهها كيبتسم ليا ولكن القلب ديالها راه كيضرب. كنعيش معاونات كثيره وكنطلب اليوم كنطلب من المحسنين ومن الناس المسؤولين يشوفوا معايا لوجه الله، ما يشوفوش لوجه شي حاجه اخرى، لوجه الله عز وجل. قلنا رقم التليفون انا نعاود لك ماشي مشكل ما حافظهاش ياك ما حافظش رقم التليفون اذا رقم التليفون ديالنا الصحه 06-93-55-17 هو هذا. شنو بغيتي دابا اختي؟ اللي بغيت كي الله اولا كنطلب من خوتي المحسنين ومن الناس المسؤولين مساعدة ويوقفوا معايا لوجه الله ماشي وجه الله. يعني باغا تعالجي من الافكار من نتعالج من المرض اللي جاني ديال المعدة. انا على هذا الشيء راه عندي السكر وهذا المرض عندي 12 عام يعني كنت مسافه معاه وغدا معاه. دابا كتحسي براسك عييت؟ عييت من الصحه. المعده هي اللي المشكل اللي عندي بالمعده هو اللي قضى لي على الصحه ديالي. انا غدا في الطريق تنسخف تنطيح غير البنيه اللي كتهزني حاليا رانا واقفه غير بالزيت كلي كنترعد كلي. اذا رقم التليفون ديالك هو 06-11. اذا المشاهدين الكرام التليفون ديال الام اللي معانا الام اللي غدرات الصحه ديالها بعد هذا وغير بوحديتها ما عندها لا والدين شي واحد يعني اللي يقدر يوقف معاها. الله يجازيكم بخير. غادي نقول رقم التليفون ديالها تقدروا تتواصلوا معاها من الرقم اللي هو 06-11-93-55-17. اذا المشاهده كيف ما حكات لكم هي يعني عندها امراض كثيره السكر المعده ومازال يعني مازال باغا دير تحليل مازال باغا اللي يوقف معاها. الله يجازيكم بخير. انا خليت لكم رقم التليفون ديالها تقدروا تتواصلوا معاها من خلال الرقم. الله يجازيكم بخير. بهذا مشاهدينا غنكون وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.